السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. ونبدأ مشاهدينا من مقال الكاتب جاسم الحلفي في صحيفة طريق الشعب بعنوان الاغتيال السياسي والتضييق على التعبير. ظاهرتان خطيرتان تشهدهما الحياة السياسية في الأشهر الأخيرة سببتا القلق على حرية التعبير وعلى النشاط السياسي السلمي المعارض لنهج المحاصصة والفساد. الأولى فرسانها سياسي الصدفة الذين أفرزتهم نتائج انتخابات قطعتها الأغلبية العظمى من الشعب العراقي بصفتهم فائزين، ليخرج بتصريحات رسمية علنية تنذر بالتضييق على حرية التعبير. أما الظاهرة الأخرى فهي الاغتيالات التي تصاعدت وتيرتها دون ما رادع، حتى بدا أن ذراعها أطول من ذراع السلطة. وأضاف الكاتب في المجتمع المدني بمعناه الواسع عليه واجب التصدي لهاتين الظاهرتين بدون هوادة، وذلك بمباشرة المكافحين من أجل التغيير الشامل بالخروج عن صمتهم وتنسيق جهودهم ومقاومة كل نزعات الاستبداد والتسلط. استقوت العصابات الميليشياوية على الشعب بسلاحها المنفلت وفرضت نفسها كسلطة ظل. لقد طالت أياديها الآثمة كل من يعارض الفساد ويقف بالضد من المحاصصة ويسعى لتغيير الأوضاع بما يحفظ كرامة المواطن وسيادة الوطن. ولكي نتعرف على أصحاب المصلحة في الانقلاب على حرية التعبير لابد من دراسة الجذر الطبقي لتحالف طغمة الحكم مع حيتان الفساد واستحواذهم على السلطة السياسية واحتكارها من قبل أقلية أوليغارشية تمسك بالسلطة وتتحكم بالمال. ولا يحتاج الأمر كثيرا من الجهد لمعرفة أن أصحاب المصلحة في التضييق على حرية التعبير هم الطبقة المترفة فاحشة الثراء التي تضم حيتان الفساد والمرابين من أصحاب البنوك وكبار المضاربين بالعملة الصعبة الذين كانوا قبل 2003 من أصحاب البسطيات، ثم انتفعوا من مزاد العملة وأصبحوا أصحاب تريليونات، ومعهم سماسرة الصفقات وقادة الميليشيات الذين استهوتهم لعبة جني المال أياً كانت الطريقة، وبعض كبار موظفي الجهاز البيروقراطي للدولة التابعين للقوى المتنفذة ومسؤولو اللجان الاقتصادية لأحزاب السلطة. إلى ملف اليوم من موقع شفق نيوز، نقرأ منه مقالا بعنوان تعليقات على قرار إغلاق المخيمات، أين العودة بكرامة، للكاتب خضر دوملي. قال فيه: قراءة متفحصة ودقيقة للقرارات التي صدرت بخصوص إغلاق المخيمات ليست خالية من تساؤلات كثيرة جدا، فإصدار القرارات مع حزمة من التعليمات التي لا تسد رمق العطش للعودة إلى منابع الديار التي غاب عنها النازحون 10 سنوات، وهي تثير حفيظة الغالبية وتثير جملة من تساؤلات محيرة. كيف لأسرة فقدت كل شيء وفقدت عمود الدار وتعيش في خيمة منذ 10 سنوات ومنزلها مهدم، كيف لها أن تفكر بالعودة وهي لا تملك مبلغ تأجير سيارة لنقل حاجياتها إلى مسكنها الأول؟ وكيف لأسرة تفكر بالعودة إلى منطقة قتل من أهلها الرجال وخطف النساء ولا تزال مهدمة وتطلبون منهم أن يعودوا بكرامة؟ أوضاع النازحين في العراق تتوزع في عدة اتجاهات ومواقع وتخص مختلف المكونات العراقية، سواء في جرف الصخر أو مناطق مختلفة في محافظة صلاح الدين، عزيز بلد، ويثرب وسامراء، في تل عفر والعياضية، أو سنجار في جنوب الموصل ومناطق متفرقة من محافظة الأنبار. والحديث عن مناطق العودة في كركوك أصبح أشبه بحلم لا ينفر يرافق كل من ترك منزله ولا يستطيع حتى التفكير بالعودة، خاصة مناطق تقاطع مكتب خالد وماما ومناطق أخرى كثيرة تابعة لقضاء الحويجة وغيرها الكثير.
إن هذه العشوائية والمزاجية في التعامل مع ملف النازحين منذ 10 سنوات هي السبب في بقاء النازحين في مواقعهم، وهي السبب في حصول الفساد والاستخدام السيء لهذا الملف سياسياً أو كأداة للتسخيط السياسي وحتى للانتقام أحياناً. لابد من القول إن قرار العودة يجب أن يقرره النازحون أنفسهم، لأن هذا قرار يخصهم ويجب احترام إرادتهم في العودة أو عدم العودة، والعودة بكرامة أولاً وأخيراً. نبقى إذن مع مقال الكاتب خضر دوملي بشأن قرار إغلاق المخيمات في مناطق كردستان العراق، إذ أضاف الكاتب: أنا أشك كثيراً في أن تكون العديد من الجهات المتنفذة في الحكومة هي مع عودة النازحين إلى ديارهم. هذه الشكوك في محلها حسب ما يقول الكاتب. هناك مؤشرات على عدم رغبة تلك الجهات لعودة النازحين إلى مواقعهم، لا سيما في مدن سنجار وحويجة والحويجة وكركوك، وكذلك في بعض المناطق الأخرى التي أشير إليها. وأضاف الكاتب أيضا: اعتذروا للنازحين لأنكم أخفقتم في إدارة هذا الملف، اعتذروا لأنكم لم تستطيعوا تحقيق العدالة والإنصاف وإنصاف أيضا المتضررين وتعويضهم تعويضا عادلا وإعادة بناء منازلهم المهدمة وتأمين الأرضية المجتمعية لبناء الاستقرار والثقة التي انهارت بكم وبالمجتمع المحيط الذي تسبب في هجرتهم وتشردهم وتعرضهم للإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أي غلق للمخيمات هذا؟ ولا تزال آلاف الدور السكنية مهدمة وأصبحت أثراً من الماضي في المجمعات السكنية جنوب سنجار، وتريدون من الناس العودة إليها صاغرين، وكأن غلق المخيم مثل غلق محل متجاوز ستعلقون لافتة عليه ويكتب مغلق بسبب التجاوزات؟ ما هذا الاستهتار الذي لا ينم سوى عن إعادة المأساة والتعمد في أن يبقى ضحايا الإبادة مهمشين حد العظم ويتم الترويج لإعادتهم كأنه نصر حكومي؟ كيف؟ لإعادتهم لكي يعيشوا على ركام الإبادة؟ ولا يملك سقفاً يأويه؟ إن التصريحات بالإسراع في تمشية معاملات التعويض لا تجعل من هذا القرار ممكناً، لأن كلنا نعرف جيداً تأثير الروتين والانتماءات على تمشية المعاملات، وطبعاً لا ننسى التفكير بالمناطق البديلة التي يروج لها قرار غلق المخيمات. هل تحديد المناطق البديلة بهذه السهولة؟ أين هي المناطق البديلة؟ وهل تم تهيئتها وتحديدها بعد دراسة من أن لا تخلق أو أن تؤدي إلى مشاكل جديدة؟ الخوف أن يكون وراء هذا القرار أمر لخلق الفتنة والكراهية بين فئات المجتمع، ويترك مصير آلاف العوائل مجهولاً بلا مأوى ولا دعم ولا خدمات، خاصة بعد تبليغها للمنظمات الدولية بوقف مشاريعها في مخيمات النازحين بحسب النازحين أنفسهم. إلى موقع الجزيرة نت نقرأ منه وقالا بعنوان: إبادة المقاومة في أي سياق، للكاتب أنور الهواري. لماذا يتقبل الغرب المتحضر إبادة المقاومة الفلسطينية في غزة؟ لماذا يتقبل ضميره قتل عشرات الألوف من الفلسطينيين؟ ولماذا يتقبل هدم غزة كلها على رؤوس وجثث ساكنيها؟ ولماذا لا يتدخل لإيقاف هذه الحرب بصورة حاسمة؟ وأوضح الكاتب، أضاف أن إبادة المقاومة الفلسطينية في غزة هي حلقة من تاريخ طويل من العنف وتصدير الحرب وإبادة المختلف، وتاريخ مبكر بدأ قبيل أن تكتمل إبادة الحضارة الإسلامية الأندلسية. وربما هذا يفسر لك بعضا مما تراه من ردود فعل دولية على حرب الإبادة الصهيونية في غزة، حيث الغرب شريك أصيل في الإبادة، وحيث كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا في طليعة ردود الفعل الغاضبة. هو غضب أمريكي لاتيني إذن، ثم غضب أفريقي لا نظير لهما للأسف في العالمين العربي والإسلامي، وكان الغضب أولى بهما من غيرهما.
هذه الذروة الغربية، الحضارة والعنف معا، خربت وما زالت تخرب العالمين العربي والإسلامي. غزو أفغانستان 2001، غزو العراق 2003، تمزيق بلدان الربيع العربي 2011. حتى هذه اللحظة، فلما وقعت حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة 2023-2024، كان العالمان العربي والإسلامي في أسوأ أوضاعهما رسمياً وشعبياً، فقد تم اعتبار المقاومة امتداداً لتيارات الإسلام السياسي، وهذه التيارات يتم تصفيتها بتوافق إقليمي ودولي بعد أن كادت تسيطر سيطرة كاملة عبر الانتخابات الديمقراطية على الإقليم بأكمله. والمنطق هو أن تتم تصفية المقاومة في سياق تصفية تلك التيارات، وهذا يفسر لك صمت الحكومات في العالمين العربي والإسلامي، كما يفسر لك صمت بعض التيارات المناوئة للإسلاميين على وجه العموم. كذلك هناك توافق إقليمي ودولي على أن السلاح من اختصاص الدول وليس الحركات، بما في ذلك حركات المقاومة. لا شك أن المقاومة الفلسطينية في غزة تواجه الإبادة محرومة من سند ودعم هذا الظهير الغائب أو المفقود إلى حين لا يعلمه إلا علام الغيوب. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان ديمقراطيات حول المذبحة للكاتب عوني بلال. جاء فيه: في مقابل الصولة المشرفة لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، فإن جمهرة من أهم ديمقراطيات العالم لا تزال تدير مجزرة فريدة في طبيعتها وهندسة إجرامها. هذه الدول الوالغة في الدم وسحق الأسر تحت الأسقف والجدران تدير اليوم آلة القتل والتجويع عبر نظام سياسي يحب أنصاره أن ينعتوه أقل الأنظمة سوءا. وهنا أضاف الكاتب: الديمقراطية ليست ضمانة لشيء، وأنها قادرة على توليد الموقف ونقيضه، وأن النافذة التي تفتحها للاحتجاج الشعبي لا تعيق مؤسساتها وقواها النافذة عن فعل ما تشاء وإبادة من تشاء، وأن هذا التعقيد المؤسسي والمشهدي المركبة للتشريعات والقيم الديمقراطية كلها وجميعها لا تردع هذه الدول عما نراه منغمسة فيه اليوم، محاصرة مليوني إنسان في قفص ثم التفنن العسكري بكسرهم وإفنائهم. يحتاج المرء صبرا جليلا حتى يحتمل إنشائيات المثقفين العرب وهم يبجلون الديمقراطية في عز المجزرة الغزاوية، المجزرة التي تديرها وتمولها وتسلحها أهم وأعرق ديمقراطيات هذا العالم. يحتاج المرء صبرا جميلا حتى يحتمل الأفكار التي تخشبت مع العقود وتحولت أصناما معبودة، ولم يعد الساجدون في محرابها يسألون أنفسهم لمن يسجدون حقا ولأي سبب. في الأسابيع الماضية ظهرت مقارنة شقت طريقها بين الأشلاء وصور اللحم الممزق والمدن المهدومة، مقارنة المبادرة القضائية لجنوب إفريقيا مع الموت السريري للمنطقة العربية وغيابها عما يجري. وانفتحت حينها بوابة معروفة ومحبوبة لمديح الديمقراطية وهجاء الاستبداد، الديمقراطية التي مكنت جنوب أفريقيا من فعل ما فعلته، والاستبداد الذي شل المقابل العربي وأقعده عن أي فعل عدا فعل التواطؤ. المهم الفعلي لا يتعلق هنا بما قيل أو كتب، وإنما بالمسكوت عنه والغائب الذي لا يقال. الديمقراطية التي سمحت لجنوب إفريقيا أن تفعل ما فعلته هي الديمقراطية التي سمحت للولايات المتحدة وأغلب أوروبا الغربية ومعها إسرائيل أن يفعلوا ما فعلوه أيضاً. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية.
إلى صور مشاهدينا من وقفات أمام سفارة الاحتلال في واشنطن للتضامن مع أيقونة الحرية لفلسطين. تحول هذا المكان الذي أحرق فيه الطيار الأمريكي الشاب أرون بوشنان نفسه أمام سفارة الاحتلال، تحول وهو يصرخ الحرية لفلسطين، تحول إلى مقر للحداد والتظاهر ضد دعم الولايات المتحدة للعدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على غزة، والذي أسفر عن استشهاد نحو 30,000 فلسطيني حتى الآن. وشارك في هذه الوقفة التي استمرت حتى المساء وسط تاهب أمني كبير حول سفارة الاحتلال مجموعة من اليهود المعارضين للصهيونية واحتلال فلسطين. قد وثق الطيار الأمريكي البالغ من العمر 25 عاما إحراق نفسه عبر بث مباشر على منصة تويتش، وقال من أمام سفارة الاحتلال: سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم. وقد سكب بوشنال قارورة بنزين على نفسه ثم أضرم النار وهو يصرخ الحرية لفلسطين مرارا وتكرارا حتى سقط على الأرض، لتعلن بعدها شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كان قبل الحرب صحته الحمد لله كويسة، ويضحك ويلعب ويمسك الأشياء بيده ويتفرج على الجوال ويتفرج على التلفزيون. حاليا لا، بقدرش يمسك أي إشي، زي ما بحطه زي ما بضل. احنا نزحنا من الشمال منذ بداية الحرب، من اول يوم في الحرب حملنا يزن وطلعنا بيه انا واولادي الاربعة وزوجي، جينا من بيت حنون لهين، نقلنا من اكثر من المدرسة، رحنا اول اشي على معسكر جباليا، بعدها على النصيرات، بعدها على دير البلح، بعدها لحتى عبال ما جينا على رفح. قبل الحرب لما كان يعي يزن كنت اجيب له علاج خاص بطيب عليه، كان ما كنتش اوصل المستشفيات. حاليا من حد ما جينا واحنا في المستشفيات وفي العلاجات، يا ريتها موجوده العلاجات مش موجوده، كان انا ما وصلتش لهذه المرحله. رسالتي للعالم انه يقف جنبنا، انه يساعدنا، انه يطلع لنا، يطلع لحاله ابني العيان له 10 سنين مرمي. بتمنى من دول العالم كلها تقف جنبنا وتساعد ابني، بتمنى اني اسافر فيها اعالجه ترجع صحته زي قبل. في نهايه جولتنا الصحفيه مع صدى الاقلام من الرافدين تقبلوا تحياتنا، السلام عليكم ورحمه الله.